بعد نحو عام من استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، أكد المستشار السياسي للمرشد الإيراني سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني أن السمة المميزة للعلاقة بين الرياض وطهران هي إدارة التوتر. شمخاني أضاف أن العلاقات الاقتصادية من شأنها ضمان علاقة مستقرة، وأكد بأن السعودية وإيران دولتان مهمتان في المنطقة وتتمتعان بإمكانات سياسية واقتصادية كبيرة تمكنهما من لعب دور حاسم في التطورات الإقليمية. انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض عضو مجلس الشورى أستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم النحاس، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيا. أهلا بكم دكتور إبراهيم. عام مر على أهم تطور إقليمي ربما في منطقة الشرق الأوسط من ناحية إيجابية، ما الذي تحقق؟ تحقق الكثير على أقل تقدير عندما نتحدث عن التفاهم بين دولتان كبيرتان في هذه المنطقة، وأن هاتان الدولتان ذاهبتان باتجاه تعزيز هذه العلاقات بما يخدم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وأيضا التعاون في المجالات التي يمكن التعاون بها سواء في المجالات الاقتصادية أو الأمنية أو حتى الاستراتيجية بشكل عام، وإيصال رسالة أيضا بأن هذه الدولة أو هاتان الدولتان الكبيرتان بإمكانهما العمل، فبالتالي سوف ينعكس تماما على التعامل الإقليمي، وسوف ينعكس أيضا تماما على التعامل الدولي تجاه هذه المنطقة، وبالتالي ما خسرته المنطقة خلال العقود الماضية من توتر في هذه المنطقة بإمكان هذه المصالحة وهذا العمل الإيجابي بين الدولتان أن يجلي ذلك تلك الغيوم السيئة والسلبية التي أساءت للمنطقة كثيرا وأساءت أيضا للأمن والسلم والاستقرار في هذه المنطقة، وبالتالي نحن نتحدث عن إيجابية، وهذا الصوت الإيراني الإيجابي نحن كنا ننتظره على مدى العقود الماضية وسمعناه في هذا التوقيت، وسمعناه أيضا في المصالحة بالذهاب بالإيجابيات، وهذه التطلعات التي كانت تبحث عنها المملكة العربية السعودية حقيقة منذ تاريخها منذ أن تأسست واستمرت بهذه اللغة الإيجابية تجاهها سواء إيران أو أي دولة من دول الإقليم بأن يكون هناك بناء وإيجابية في هذه المنطقة لما فيه مصلحة الدولتان، وأيضا هذه الإيجابية تتوافق تماما مع رؤية المملكة 2030 وهي الذاهبة باتجاه البناء سواء في داخل المملكة السعودية أو حتى في الاستفادة من قبل جميع دول المنطقة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتبادل بين دول هذه المنطقة وبما فيه أيضا فائدة جميع الشعوب، وبالتالي نحن نقول مثل هذه اللغة كنا ننتظرها وسمعناها ونحن ندعمها ونذهب معها بالاتجاهات الإيجابية الدائمة. سيد صدقيان، يعني شمخاني يقول بأن البلدين حتى الآن نجح في إطار هذه المصالحة بإدارة التوتر أو إدارة الخلاف، ألا يعني ذلك اعترافا ضمنيا بديمومة هذا التوتر وديمومة هذا الخلاف، وبالتالي لم يتحقق حتى الآن النجاح المنشود؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أنا أعتقد بأن السيد شمخاني عندما كان يتحدث في سياق كلامه حول العلاقة التي تربط الرياض بطهران، هو كان يتحدث على التوتر الموجود في المنطقة، وبالتالي هو قال يعني فهمت من النص الذي تحدث به بأن إيران والسعودية دولتان كبيرتان في هذا المنطقة في هذا الإقليم، وبالتالي يستطيعان من إزالة التوتر الموجود في المنطقة على صعيد المنطقة وليس على صعيد طهران والرياض. الآن خطت خطوات كبيرة في العلاقات منذ مارس آذار الماضي لحد الآن، هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي تحققت بين البلدين. طهران تتوقع أن تكون هذه الخطوات الإيجابية أكثر. أنا أعتقد عند القيادة السعودية رغبة أيضا في تذليل كل المشاكل والصعوبات التي تعترض العلاقة الإيجابية وتطور هذه العلاقة بين الرياض وطهران. السفير السعودي في طهران يعمل جاهدا ولديه حيوية ورغبة في، وأنا التقيت به ويمتلك الرغبة والحيوية في تقدم هذه العلاقات بين الجانبين، وأنا أعتقد بأن هناك الكثير من الأمر تحقق. نحن نتوقع أن يكون هناك خطوات إيجابية أكثر من أجل
من أجل إدارة كل هذه مناطق التوتر التي تحدث سواء داخل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في خارجها. وأنا أعتقد بأن عملية طوفان الأقصى ربما خلقت بعض العوائق أو المشاكل، خصوصا فيما يتعلق باليمن. أنا أعتقد بأن هذه النقطة، هذا يعني أنه ما زالت المحرمات والتحديات موجودة وماثلة أمام هذا الاتفاق. دكتور صدقيان، يعني استمرار دعم الميليشيات في اليمن على مختلف المستويات، دور إيراني كذلك في هجمات البحر الأحمر، التحذير الصيني كذلك لإيران بهذا الصدد، وبالتالي لماذا هذه التحديات ما زالت موجودة بالرغم من مرور عام حتى الآن؟ هذه تحديات ليست تحديات بين الرياض وطهران، هذه تحديات موجودة بفعل أو بنتيجة تداعيات طوفان الأقصى. وأنا أعتقد إذا لم تكن طوفان الأقصى تحدث في 7 أكتوبر لكانت الأمور يعني تسير باتجاه آخر بين طهران والرياض، وخصوصا فيما يتعلق بالوضع الأمني في اليمن. الكل يعلم بأن هناك مباحثات، هناك وفد سعودي ذهب إلى صنعاء، وبالتالي كان هناك الكثير من الخطوات الإيجابية. أنا أعتقد بأن كنت أتحدث عن تحديد اتجاه البوصلة. البوصلة بطهران والرياض استطاع ونجح إلى حد بعيد من تحديد البوصلة، هذه مهم جدا. هناك رغبة لدى القيادتين. الآن عندما يتحدث علي شمخاني، هو الآن ليس فقط أمين مجلس الأمن القومي كما كان سابقا، هو الآن مستشار المرشد الأعلى، وبالتالي هو يتحدث عن رغبة النظام في إيران. يعني مكتب المرشد، الأمن القومي، في الحكومة الإيرانية، وزارة الخارجية الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد بأن يعني هناك الكثير من الخطوات يجب أن تسير بهذا الاتجاه، باتجاه إعادة العلاقات بشكل جيد والتقدم نحو الكثير من الأمور، سواء كانت السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاستثمارية بين الجانبين. وأنا أعتقد بأن هناك رغبة كما قلت عند الجانبين بانتهاج مثل هذا العمل، وصولا إلى علاقات دبلوماسية كاملة على كافة المستويات. دكتور إبراهيم، كيف استطاع أو تمكن هذا الاتفاق من الصمود أمام طوفان 7 أكتوبر، وهل يمكن أن يستمر؟ نعم، هو ممكن أن يستمر طبعا، بداية لأنه العلاقة أو طوفان الأقصى أكبر بكثير من أن يكون فقط متعلق في هذه المنطقة بشكل أو بآخر. وأيضا المواقف التي تجاه القضية الفلسطينية بأساسها من قبل المملكة العربية السعودية على أقل تقدير هي ثابتة واضحة، وبالتالي بعيد عن ما يجري من احتلال أو من حصار سابق، فهو لن يؤثر على هذه العلاقة. الذي تتمناها المملكة العربية السعودية دائما من إيران ومثل هذه اللغة الإيجابية، هو أن يكون الصوت الإيراني متوافق مع الصوت السعودي فيما يتعلق بالحلول الإقليمية. وهذه الحلول الإقليمية تتقف بشكل أو بآخر على أهمية تطبيق القانون الدولي والالتزام بالمعايير الدولية، ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. القضية الفلسطينية لها مسارها في حلولها والمتعلقة بالقرارات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية. فيما يتعلق بدعم التنظيمات والجماعات الإرهابية، أن تبتعد إيران عن مثل هذا الجانب وأن تعلن ذلك، وهذا اللي نتمنى دائما. ولذلك نحن نقول عندما نسمع هذه اللغة نتمنى أيضا أن يتبعها. بس هل هذا القول مرتبط بالفعل فعلا دكتور إبراهيم؟ نعم، نحن نقول أنه طالما هذه اللغة بدأت على أرض الواقع تخرج من داخل إيران، لعله يكون مقدمات لسياسات أخرى، وبالتالي نحن ندفع بالاتجاهات الإيجابية الآن تجاه ما يهدي هذه المنطقة ويجعل من إيران أو من النظام السياسي الإيراني نظاما ملتزما بالنظام الدولي وبالقانون الدولي وبأيضا معايير حسن الجوار في المنطقة. هذا الذي نعول عليه، وخاصة في مثل هذه الشخصية الكبيرة الآن في داخل الدولة الإيرانية ويمثل لأحد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، هذا الذي نتطلع له. ولذلك نحن نقول أن هذا التغيير التدريجي لعله يأتي بأيضا إيجابيات في المرحلة المستقبلية، وأن تكون إيران فعلا حازمة وواضحة بمثل هذه المجالات. ولعله عاما مضى منذ تلك اللحظة ولمسنا بعض الإيجابيات فيما يتعلق بالتهدئة في بعض الملفات الإقليمية، لعله أن نأتي لمسارات أخرى وأيضا تكون أكثر إيجابية في هذه المسائل. متى تستطيع طهران أن تبتعد دكتور صدقيان، أو تبدأ في الابتعاد ولو تدريجيا عن وكلائها وميليشياتها الموجودة في المنطقة، يعني في العراق، في سوريا، في اليمن، في غيرها؟ متى ستتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، ما حدث على سبيل المثال مؤخرا فيما يتعلق بحقل الدرة في الكويت وغيرها؟
متى؟ الجهات التي ذكرتها هم أصدقاء إيران، وأصدقاء إيران موجودين في المنطقة، وبالتالي هناك الكثير من التحديات والمخاطر والتهديدات التي تشعر بها إيران. أنا أعتقد، وكما قال علي شمخاني أيضا في مقابلته، هناك طاولة حوار. هذه الطاولة إذا ما استطاعت، يعني لحد الآن هذه الطاولة غير مكتملة، إذا ما استطاعت هذه الطاولة أن تكتمل بين طهران والرياض، طهران والرياض دولتان ليست صغيرتان لا بإمكانياتهما ولا بنفوذهما في هذه المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الطاولة إذا ما استكملت وجلس الجانبان على هذه الطاولة وبحثت كافة القضايا والتهديدات التي تشعر بها إيران، والمملكة العربية السعودية تستطيع أن تعمل مع الجانب الإيراني في إزالة الكثير من المشاكل والتهديدات الموجودة في هذه المنطقة، البلدان يمتلكان إمكانات ويمتلكان بأصدقاء، سواء كان من سوريا إلى لبنان للعراق لليمن لكل المنطقة، وحتى قضية أرش هذا حقل الدرة بين إيران والكويت. وبالتالي أنا أعتقد عندما تكون طاولة حوار ويكون حديث ويضع الجانبان النقاط على الحروف، عند ذلك نستطيع، أنا لا أقول بأننا نملك العصا السحرية أن نلغي كل المشاكل الموجودة بين الجانبين، على العكس من ذلك، أنا أعتقد بأن هناك مشاكل، لكن أن نتفق على الحد الأدنى من المشتركات، هذا خطوة جيدة جدا، وبالتالي نستطيع أن نمشي قدما أو يسير البلدان باتجاه تذليل كل العقبات والمشاكل من أجل الوصول إلى تفاهمات حول كافة مشاكل المنطقة، كافة دول المنطقة. نحن رأينا في آذار مارتش الماضي عندما تم الاتفاق بين الرياض وطهران في الصين، كل الأحزاب والتيارات والأنظمة السياسية، دول مجلس التعاون الخليجي، دول المنطقة كلها رحبت بهذا الاتفاق. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، هو انعكاس هذا التفاهم على كل دول وشعوب المنطقة وعلى عمليات التنمية في هذه المنطقة. وأنا متفائل جدا حقيقة، لكن أتفائل أكثر ويعني أتمنى في هذا الشهر المبارك أن تكتمل طاولة الحوار بين الجانبين، أن يجلس وتناقش تناقش كافة المواضيع بشكل دقيق جدا، حتى نستطيع التوصل إلى تفاهمات مشتركة لكل القضايا المطروحة على صعيد الإقليم. دكتور إبراهيم، ما رأيك؟ نعم، هو نعم، الرأي أنه عندما نتحدث عن، يقول أصدقاء إيران، نحن نتمنى أن يكون أصدقاء إيران النظم السياسية العربية، الدولة، وليس الميليشيات والتنظيمات والجماعات الخارجة عن القانون والتي تدان من قبل القانون الدولي. فهل إيران تسمح بأن يتدخل في داخل شؤونها؟ ونقول بأن أصدقائنا داخل إيران على سبيل المثال، أي جماعة خارج عن النظام الإيراني حتما لن ترضى بذلك. وهو يقول أيضا فيما يتعلق بوضع النقاط الحروف، نحن وضعنا النقاط، المملكة العربية السعودية واضحة نقاطها هي نقاط القانون الدولي، على إيران أن تبتعد عن التنظيمات والجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، وأن تدعم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وأن تترك القضية الفلسطينية لأهل فلسطين وللسلطة الفلسطينية، وبعد ذلك هناك جامعة الدول العربية بأنظمتها وقوانينها والمبادرة السلام العربية والقانون والقرار الدولي. إيران إن عملت بهذه المسائل فسوف تجد جميع الأبواب مفتوحة، ولسنا في حاجة للدخول في متاهات بعيدة تماما عن المنطق وعن الواقع. ولذلك نحن نقول هذه الرسالة إيجابية، على زملائنا حتى في الإعلام الإيراني أن يتبنوا هذه الرسالة الإعلامية وأن يدفعوا بها بالاتجاهات الإيجابية، لأنه جميعنا في حاجة البناء في هذه المنطقة، في حاجة التنمية، في حاجة الاقتصاد، في حالة التكامل بين هذه الشعوب، والابتعاد عن التوتر، لأنه من يدفع ثمن التوتر هو التنمية في هذه المنطقة وأيضا شعوبها. شكرا لك دكتور إبراهيم النحاس، عضو مجلس الشورى، أستاذ العلوم السياسية، ومن طهران أيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان.